بصي، هو من العنوان أنين يعني وجع أو ألم يعني، بس ألم ممتد المفعول. يعني عادة الوجع أو الألم بيبقى له وقت وبقى له سبب محدد. الأنين يقولك فلان موجوع أو فلان متألم أو فلان يئن. يئن هو ألم ممتد المفعول. كويس. ثاني أكسيد الحنين. الحنين دي بعض الناس ممكن تشوفها حاجة كويسة ولطيفة، إن أنا بحن لحاجة، وإن ده حد عنده مشاعر وفي لطف كده في كلامه. أما ثاني أكسيد فده أمر ضار ومضر، وكلنا بنحاول نطرد مننا ثاني أكسيد أي حاجة. طبعا. لكن الحنين لما يصبح ليه ثاني أكسيد، يبقى كل ما تتنفسي نفس تحسي بأنين الحنين ده، مع كل وكأنه نفس. أصبح ملازم مش لأفكارك ولا مشاعرك، ده أصبح ملازم لمعدل أنفاسك. وبعض الناس بتبدأ تتطرق للأمر ده، بيسأل نفس السؤال، هو أنت إيه؟ يعني أنا بقعد أسمعك في ساعات ألاقيك بتتكلم بالقرآن وشوية بالسنة، حبة بالإنجيل، شوية شوية تروح قايل لي شوية مصطلحات، حبة حبة ألاقيك بتتكلم في العلاج، بس ما كنتش متخيل إنك تقعد بقى تطرق باب الشعر والشعراء والأدب والأدباء وحاجات كده. هو الحقيقة اللي بيخاطب عقول الناس ويسعى لتعديل أفكارهم لازم يعدل أفكارهم بكل ما يمر بيه من أحداث وأحاسيس وأفكار ومشاعر وسلوكيات وعبر ونفع وضار وكل حاجة. اللي بيعدل أفكار الناس بيكون ملم بكل ما يحدث للناس عشان يقدر إن هو يستخدمه في تعديل أفكاره. لكن هو كشخصه للأسف شخصيته بتدوب في مساره المهني، يعني واللي أنا شايف إن هو لا ينفصل ولا يتجزأ، لأن شخصية المعالج النفساني هي أول وأهم منافذ نجاحه كمعالج نفساني. اللي يتمتع بشخصية معينة تكون شخصية مش مركزية، يعني مش بيقرأ نظريات علاجية ويطبقها، ولكن تكون شخصية تتمتع بصفات المعالج، أنه مرن وأنه يقبل كل ما هو متاح أمامه ويتعامل معاه ويتقبله ويتفاوض برضه عشان يحسنه. المعالج النفساني هو اللي بياخد من الناس أفكارهم المشوهة ويرجعها تاني بس متعدلة طبعا أحسن أي ما كانت. إيه هي الأفكار؟ يكون عنده رغبة في إن هو يحب ويتحب. دي رغبة تدل على إنه على درجة ما، أي ما كانت إيه هي الدرجة، من منحنى السواء النفسي. بعض الناس بتعمل علاقات كتيرة جدا بيسموها علاقات شخصية أو علاقات إنسانية، للأسف هي لا تتعدى كون إنها علاقات جسدية. إمتى الجسدية؟ يعني مش شرط يحصل علاقة جسدية كاملة، ولكن إن حد يقرب من حد، يقرب انجذاب منه حتى لو بشكل إندايركت. يعني لو قرب منه إندايركت برضو ما اسمهاش علاقة إنسانية حتى الآن، طالما تخلو من إن فيها حب. حب اللي هو غذاء النفس، لو فاكرة في حلقة سابقة كنا اتكلمنا عن إن الحب هو غذاء الخلق اللي هو النفس، بينما الحب هي غذاء الجسد. الحب حبوب، أيوه، هي غذاء الجسد. الحب المشاعر هي غذاء النفس، اللي هي غذاء الروح. يعني اللي ما عندوش رغبة في إن هو يحب فعلا ويدي جدا ويتعامل مع اللي بيحبه ده بالمنطق اللي فيه تقدير ليه واهتمام بيه ورعاية مسؤولية اهتمام صدق، ما يقدرش إن هو يوصل لدرجة من السواء النفسي خالص. بس بيكون شخص مضطرب، مضطرب بكل مستويات الاضطراب المختلفة، بدءا من إن هو مذبذب، مش عارف يختار اللي بيحبه، مش عارف يعبر عن محبته، مش قادر يقنع اللي بيحبه بيه، مش قادر يقتنع ان فلان فعلا بيحبه بجد. وكلها اشكال وصور من الاضطرابات العاطفيه والانفعاليه اللي بنشوفها، وبنسميها شويه المشاكل او الاضطرابات الوجدانيه. اللي بيقرب من حد فعلا وبيحبه بجد بيبقى حط رجله على اول سلم السواء النفسي. حتى ان من اهم الاصحاحات اللي وردت في الكتاب المقدس عن إنك بتحب ربنا أو لأ، أو بتلجأ له فعلا بصدق أو لأ، إن كنت، وإن شرطية في اللغة، إن كنت لا تستطيع محبة من تراه اللي قصادك، كيف تدعي، بتقنعني إزاي أنك تحب الله الذي لا تراه؟ الله محبة طبعا. اللي ما بيقدرش يدخل في علاقة سوية ما بين طرفين ما نقدرش نقول إن هو سوي نفسيا. الأهم إن الناس بتدخل في علاقات بأجسادها، إمتى؟ لما بتفشل
إنها تقيم علاقات بنفسها وأرواحها. الله. وكل ما تلاقي حد تعددت علاقاته الجسدية تقول لك جوزي ده خاين كتير جدا، يقول لك زوجتي دي كتير جدا بحسها مش معايا، اللي بيقيم علاقات جسدية مش شرط علاقة كاملة زي ما الناس بتفهم، ولكن جسدية علاقة ما فيهاش مشاعر، يعني يعرف حد وبعدين يسيبه ويعرف حد، دي اسمها علاقات جسدية في إطار اجتماعي. اللي بيقيموا علاقات جسدية كتير معناها أن نفوسهم فيها شيء من الخلل، وعشان كده فشلوا في إقامة علاقات على المستوى النفسي سوية، فأقاموا علاقات على المستوى الجسدي، وده الجانب الأدنى من مكونات الشخص. لو كان في راجل قوي فهو استمد قوته من أنثى قوية، ولو كان في راجل فعلا أصبح قادر على إقامة حدود ما بينه وما بين الأخريات، هو أقام الحدود باللي خده من أنثى قوية، ولو كان في راجل حافظ على نفسه إنه ما يسمحش لغيرها إنها تقرب منه فهو عمل كده بفضل أنثى قوية، ولو كان في راجل نجح في حياته من غير ما يعاني أو يكد أو يتعب زي المفهوم المبالغ فيه من الكد والتعب اللي هو نجح النجاح الممتع، هو شركته في نجاحه أنثى قوية. وأنثى دي مجرد نوع، أما المرأة دي حاجة تانية خالص. وفرقنا قبل كده إن ذكر وراجل دي حاجة، وإن الراجل ده مجموعة صفات والذكر هو مجرد نوع ليس أكثر، ولكن تتأملي إن الرجل جمعها رجال، أما المرأة فهي لا تجمع، عشان هي في كل صفاتها جمع. فاللي بيلاقي مرأة فيها الصفات دي بياخد منها إحساسه بالأمان لأن في حد بيحس بيه، وياخد منها إحساسه بالوجدان لأن في حد بيشاركه مشاعره، وياخد منها إحساسه بالدعم لأن في حد دايما بيدفعه، وياخد منها إحساسه بأنه موجود لأن في حد بيحسسه بوجوده، وبياخد منها إحساسه بأنه يكمل معاها لأنها كأنها بتزقه وتجري أسرع منه تستناه عند النقطة اللي بعدها. ساعتها الألم هنا بيكون في حالة غياب هذه المرأة، وكأنك عودت واحد على كل حاجة ممكن تكون كويسة في الدنيا طبعا، واديتيله كل الروائح الممتعة في الوجود، وفجأة سحبت منه روحه من غير ما تنزريب ده، بس بيبقى فيه مشكلة بقى. المرأة في علاقة سوية رزق. وربنا لما بيحب عبد بيكرمه بعلاقة سوية، بيكرمه بحد فعلا يقف جنبه بشكل مختلف، وكأن إيد ربنا هي اللي بتحركه. رب العزة خلق الدنيا دي كلها عشان بني آدم، ولما خلق آدم اللي هو أبو البشر، سيدنا آدم كان لوحده، حس بالوحدة بقى، كان موجود في الجنة يعني، ففي شعور بالوحدة كده لأنه لوحده. ومع ذلك ربنا أول ما جيه يعافيه من إحساسه بالوحدة ما خلقلوش مجموعة من الأصحاب يؤنسوه، ولا خلقله جمع من الأقارب يشدوا من قدره، ولا خلقله مجموعة من الناس يحكمهم، ولا ناس هم اللي يهتفوا له، ولا خلق له حد يتحكم فيه، خلق له امرأة واحدة.